السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم طبعا صباح الخير وسعد الله اوقاتكم باليمن والبركات. اليوم هادي نصور كذا يعني نلقي نظرة على جامعة ام القرى اللي في العابدية. هذا طبعا المدخل. كيف هنا؟ كيف قسم الطالبات والطلاب؟ يمين الطالبات؟ أيه. كل الطالبات يمين؟ كل الطالبات. والطلاب يسار؟ ايوه. انا حسب ما يعني بيقول لي ولدي سعود الجهة اليمنى اللي هي ايش؟ طالبات، قسم الطالبات كذا بكلياتهم يعني. وهنا يروحوا يسار اللي هم الطلاب. كليات. شوف هنا في الكليات الصيدلة. علوم وطب وصيدلة واسنان. طبعا الصيدلة فيها نساء وفيها كده. ما شاء الله تبارك الله. الحين هذه كلها كليات اللي على اليمين؟ هي. هنا مكاتب رؤساء الجامعة. كان في لوحة كان خاصة ضروري نصورها. هذا مكتب ايش؟ معالي الجامعة. ها؟ معالي الجامعة. ايش معالي؟ معالي مدير الجامعة. ايوه معالي مدير الجامعة. هذا معهد البحوث؟ يا اخي معهد البحوث هذا اقدم بحوث صراحه للحج قيمه صراحه. قاعده حقت الاختبارات قياس. هذه قاعده الملك ما شاء الله تبارك الملك بعزه التاريخيه. هل تيجي تختبروا القياس هنا يعني القدرات؟ قياس قدرات دراسات عليا. يعني هناك هذا كله في اليمين كليات وكذا. ما شاء الله تبارك. ذكرتني انت بايام الجامعة. مشكلة باخذ لقطة على ذيك الناحية بعدين لما نلف ناخذها. هنا شوف مباني ايش؟ السنة التحضيرية، أعضاء التدريس، العلاقات العامة، المشاريع والاستثمار. كيف انت حتاخذ الدوار ولا كيف؟ لا حخش جوا هناك. هناك شوف في برضه مباني هناك كليات وكذا؟ ما تدري؟ شوف هذا الباص اللي يجيبهم من السكن؟ اي من السكن. ما زال السكن موجود يعني ها؟ هنا في مجموعة طلاب تقديم هناك ها؟ لا هنا السنة التحضيرية. ايش يعني مو تقديم؟ خلاص قدمنا وخلصنا. ايش يعني سنة تحضيرية؟ دي السنة التحضيرية صح؟ هنا ايش مكتوب؟ عمادة السنة التحضيرية. على اساس الطالب يدرس وبعدين يشوف اي قسم يروح له ها؟ سنة تحضيرية. مواقف للطلبة ها؟ هنا مواقف الطلبة وهناك وهناك المدرسين الأعضاء التدريس ها؟ التدريس. ما شاء الله كويس. هذه مواقف سيارات الطلاب ها؟ أيوة مواقف سيارات الطلاب. مشكلة. هنا ما شاء الله كليات العلوم التطبيقية هذه. خريطة الجامعة. التخطيط كله حق الجامعة. هناك مطعم الجامعة. ما شاء الله. هذا جديد المطعم. هذه الحاسب الآلي ها؟ والنظم والمعلومات. احنا طبعا بحسب ما يودينا الشيخ سعود انا بصور عاد. هنا مدخل كلية الهندسة؟ ايوه. هذا جامعة ام القرى مكتوب مدخل كلية الهندسة؟ اسمه مكتوب كلية الهندسة. تدينا معلومة غلط الله يسامحك. مدخل كلية الهندسة. قبل كده غلطت انا غلطة وشلت الفيديو. حلو المنظر كده تشوف البوابة. هنا عمارة القبول والتسجيل. أيوة. ما شاء الله. احنا الكلية هذه على يميننا الهندسة اللي قلنا. الهندسة يميننا. هذا ما شاء الله بس الشمس ما ادري عمادة التطوير الجامعي والجودة عجيب ما شاء الله تبارك. هنا العمادة حقت الدراسات العليا والتسجيل. عمادة ترى يا جماعة بالنسبة اللي يعني ما هذا يعني قصدي رئيسهم عميد يعني. رئيس الكلية هذه أو القسم هذا أو المنشأة هذه أو الصرح يعني العميد اللي هو يسموه العميد. وهنا كلية إدارة الأعمال
ما شاء الله تبارك. هذه عمادة القبول والتسجيل لعمادة شؤون الطلاب. يعني هنا كل الطلبة لازم يجوا عشان يسجلوا جداول ساعات كذا. منظر عام ودينا الملعب. تعرف الملعب فين؟ ملعب الشراي؟ لا يا شيخ، ملعب الجامعة. ملعب الجامعة. طبعا احنا رجعنا تاني مرة على المدخل، مدخل الجامعة. طبعا هو هناك الطب الحريم. طالبات اسمه، طالبات. طالبات الطب. كذا كنا داخلين من الجامعة زي أول ما بدأنا الفيديو. خريطة هذه خريطة رجال. وهذه المباني كذا اللي ما شاء الله، لما نقول لك مدينة جامعية من جد مدينة، ما هو مصلى. إيش هذا؟ هذا سكن لأفراد الجامعة ولا إيش؟ مركز عيادة التخصصية لطلبة الجامعة. ايوه ما شاء الله، احنا كان يسموها العيادة الطبية الجامعية ايامنا. كلية الطب، شوف كيف العلامة حقتها حلوة كده، بنسينا كده تحسها. سعود اقول له فين الملعب، يقول لي انا ماني حق لعب، ما اعرف الملعب فين مكانه، فين يقول تسألني عن الملعب، اسألني عن المكتبة، اسألني عن هذا منظر كده برضو كده. يكون الملعب على يميننا صح؟ ما ادري ايش مكتوب عندك كلية ايش؟ ما احنا عارفين كلية ايش. الصالة الرياضية. ايوه الصالة الرياضية. اوف لنا يعني احنا نقدر. او هذه كده من الناحية. خش يمين. طيب. ان هذه الصالة هذيك ذاك المبنى اللي شفناه اللي هو الصالة الرياضية. وهذا الملعب. هذا الملعب. اللي قبل فترة غلطت وصورته بطريقة يعني. طيب وهذا أنا طبعا دحين يصير الملعب على يد اليمين صح؟ وهذا الصالة الرياضية. احنا كده ماشيين على طول. نزلت كده قلت خلينا أصور يعني طريقة الطريقة المعمارية للكليات. طبعا كلية اللغة العربية وهناك الدراسات العليا، يعني من باب انه الواحد الناس اللي يحبوا التصوير من خارج الاوتوموبيل. هذه كلها اللغة العربية؟ كلها مباني اللغة العربية. قاف واحد قاف اثنين. سبحان الله وقفنا في المواقف، فقلت فرصة انه الواحد ايش يصور كده من الارتفاع كده. شوف هذيك المنطقة جميلة سبحان الله.